السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ لقيت عندي كمية سمسم كبيرة كنت جايباها لوصفة ما ومعملتهاش، طبعا خفت عليه لحسن يبوظ او حاجة. انا ما بحبش يعني قعد السمسم فترة طويلة، قلت لما اعمل معاكم شوية طحينة خام كده احلى من بتاعة بره واوفر كمان. طبعا كلنا عارفين سعر كيلو الطحينة الخام بيتباع في اماكن 46 وفي اماكن 50. احنا هنعمل الكمية حلوة هتقدري تستغليها وتحطيها عندك في التلاجة احفظيها، وهتقعد معاكي فترة طويلة وكمان هتبقى موفرة عليكي ومش هتكلفك التكلفة دي كلها. تمام، اول حاجة هنقول المقادير. انا عندي هنا سمسم، السمسم بس فيه تكة انا عاوزة اكلمكم عنها. انا كنت سمسم اللي جايباه للوصفة اللي انا كنت هعملها واخد تحميصة خفيفة خالص، يعني يا دوبك هو ابيض او بس متغير لونه زي ما انتم شايفين كده. صراحة قلقت، فطبعا انا عارفة ان الطحينة الخام لما باجي اعملها بعملها بالسمسم الني. رحت للعطار وقلت له انا عندي كمية سمسم بس واخدة تحميصة خفيفة ينفع؟ قال لي اه ينفع جدا، بس لو متحمس قوي لا ما ينفعش عشان هيمرر منك والطحينة تبقى مرة. فلا لو تحميصة خفيفة ماشي تمشي معاكي، اذا كان عندك السمسم متحمص خفيف او ني الاتنين ينفعوا يا جماعة، يعني مش هنرميه، لا هيمشي معانا في الوصفة هتشوفيها ازاي هتبقى حلوة معاكي. انا عندي هنا 4 كوبايات من السمسم الني او اللي واخد تحميصة خفيفة خلاص، وعندي هنا 2 كوباية من الدقيق. بفضل دايما احط الدقيق اقل من ما احطش الكوبايه قصاد كوبايه، لان طعم الدقيق بصراحه بيكون باين قوي لما جربتها في الطحينه، فاحسن مقدار ده السمسم بيكون ضعف الدقيق وهكذا. وعندي هنا 2 كوباية من الزيت بالكوبايه المعياريه او كوبايه الشاي العاديه، وممكن تحتاجي كمان زياده هنشوف. وعندي هنا 0.5 كوباية من الفول السوداني، اهو السوداني المتقشر الغير مملح، ده مش اساسي في الوصفه بس هو بيدي غناوه وطعم حلو قوي للطحينه، لكن لو مش عندك خلاص مش مشكله. وعندي هنا 0.25 معلقة من الملح، دي اساسي عشان تظبط لنا الطعم. ويلا عشان نشتغل في الايه الوصفه بتاعتنا. اول خطوه هنعملها في الطحينه بتجيبي طاستين خلاص، وتهدي بقى العين كده وتنزلي بالدقيق. لازم الدقيق ما يتحطش ني، لو حطيتيه ني هيبان طعمه في الطحينه، لازم تطلعي الرطوبه بتاعته وتديله كده تسخينه على الـ النار. شايفين تفضلي تقلبي فيه كده. نفس الموضوع السمسم، حتى لو متحمص تحميصه خفيفه الراجل قال لي برده تقدري انك انت تسخنيه، مش تحمصيه، يعني يا دوبك تحطي ايدك عليه كده تلاقيه دافي خلاص تشيليه. وكمان ده بينطبق على السمسم الني، لازم الاثنين يعني ياخدوا تدفئه خفيفه خلاص. تبداي تقلبي في الاثنين كده وانت شغاله اهو، والحركه دي اساسيه في الطحينه عشان تطلع معاكي طحينه حلوه ما تحسيش بطعم الدقيق فيها. خلاص زي ما انتم شايفين الدقيق حطيت ايدي كده لقيته ان هو سخن، خد تدفيه كده على النار، واساسي جدا الحركه دي طلعنا منه رطوبه. ونفس النظام السمسم، حطيت ايدي لقيته دافي خلاص، يبقى احنا كده ايه مستعدين للخطوه اللي بعد كده. يلا بقى عشان نشتغل. خلاص هنشتغل في الخطوه اللي بعد كده، الدقيق هنحطه كده على جنب، وهنيجي بقى التكه بتاعه الطحينه. بتجيبي بقى المطحنه بتاعتك وتبدأي تطحني السمسم في الأول لوحده لحد ما يبقى بودر معاكي، وده أساسي، ما ينفعش أجي أحط كل المكونات كده في الخلاط هتخرز منك وهتبقى خشنة وهتبقى وحشة جدا، لازم تطحني كل حاجة في الأول. خلاص هنخلص السمسم ونطحنه، وبعد كده نطحن بعديه السوداني وهوريكوا الخطوات اللي بعد كده. تحطي بقى كمية إيه حلوة كده من السمسم في الطحانة بتاعتك وتطحنيه على مراحل. وخلاص اخر حبه من السمسم طحنته في المطحنه، عايزه اوريكم لازم يكون شكله كده يا جماعه اهو ناعم كده عشان تضمني ان الطحينه تكون معاكي ناعمه وما فيهاش اي نوع من انواع التخريف. التكات دي مهمه جدا في الطحينه، شايفين زي البودر. وهعمل نفس النظام في السوداني، لو حابه تضيفي سوداني. خلاص عاوزه اوريكم برضو السوداني شكله يكون عامل ازاي اهو، شوف كل دي التفاصيل قدامكم، شايفين عامل ازاي يا جماعه عشان تضمني نجاح الطحينه. خلاص انا بقى هجهز للخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده هتجيبي الخلاط وتجيبي بقى باقي الحاجات اللي احنا عملناها. هننزل بشويه زيت في الاول كده قبل ما تحطي اي حاجه عشان يجري السكينه بتاعه الخلاط، تمام، وتنزلي بمعلقتين من السمسم المطحون
كده تدريجيا على شوية من السوداني على معلقتين من الدقيق بتاعنا اللي احنا مدينه تحميصه، ونضرب ونفضل نعمل في الموضوع ده لحد لما نخلص المقدار وشعرة الملح الأساسية عشان نشوف إذا كنا هنحتاج زيت تاني ولا لأ، ونشوف القوام واللون يكون عامل إزاي. شايفين؟ خلاص ضربنا أول مرة وننزل بباقي المكونات كده. شايفين يا جماعة بتتضرب معاكي بمنتهى السهولة إزاي؟ عشان عملنا كل حاجة بودر في الأول فبتبقى سهلة، وتقدري بقى تحطي إيه نفس الموضوع اللي أنا قلتلك عليه. معلقتين، معلش لو في حاجة وقعت، معلقتين من السمسم أو 3 معالق بالتدريج كده، وننزل بالسوداني بتاعنا. طبعا الكمية مش كبيرة قوي فنقدر نحطها كلها، ومعلقتين من الدقيق لحد لما نخلص الكمية كلها، ولازم يتضربوا كويس جدا في الخليط، وشوية من الزيت بس ما نحطش كمية الزيت كلها، وهنضرب برضو نفس ما عملنا في المرة الأولانية. بنضرب اهو، حسينا ان القوام تقيل معانا، كل التفاصيل هننزل بكمية الزيت، وشكلنا هنحتاج يا جماعة لزيت تاني. تمام، ممكن نحتاج شوية زيت تاني ونضرب عشان يتضرب كويس جدا. خلاص بعد ما ضفنا شوية الزيت التانيين عاوزة اوريكم بقى الشكل. شايفين يا جماعة بقت ناعمة ازاي، والزيت فكك الطحينة، شايفينها بقت عاملة ازاي. هتخلصي بقى كل المقدار بالطريقة دي، وهنضيف حوالي نص كوباية زيت كمان، يعني انا هكمل بنص كوباية زيت نفس المقدار اللي فات، يعني ممكن ناخد كوباية ونص من الزيت على ال4 كوبايات سمسم وكوبايتين الدقيق. خلاص اهو انا بس حبيت اوريه لكم. انا هخلص بقى وارجع لك اشوف في الاخر قوام هيكون عامل ازاي وشكلها. خلاص ضربناها كويس جدا الكمية كلها، تضربيها كويس جدا. عاوزة اوريكم بقى ايه القوام بتاعها. بصوا يا جماعة شايفين الطحينة عاملة ازاي؟ ناعمة ازاي وحلوة؟ ولونها حلو والله، حتى لونها مغمقش، ما تأثرش بالسمسم اللي متحمص شوية، حبة صغيرين يعني. فاتح وجميل اهو، قوام تحفة، وهي على فكرة لسه دافية، لسه لما تتحط في التلاجة هتتقل. يلا بقى عشان نشوف القوام بتاعها ونقول بسم الله اهو. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، عملنا من 4 كوبايات سمسم وكوبايتين دقيق، يعني دول على ما اعتقد زيادة عن 1.5 كيلو. شوفوا بقى التكلفة قد ايه بتاعتها. طحينة خام بيتي حلوة جدا، تقدري ايه تعملي كمان نص الكمية، كوبايتين سمسم على كوباية دقيق، وطبعا السوداني زي ما قلتلك اختياري اهو. تحفة، تتحط في التلاجة وهتتقل، وهتبقى خطيرة تستخدميها في كل حاجة. خلاص خلصنا الطحينة بتاعتنا الخطيرة الخام البيتي الموفرة. شايفين بسم الله ما شاء الله عملنا كمية قد ايه، يعني الكمية دي لو جيتي اشتريتيها من بره هتبقى بكام؟ يعني ده على ما اعتقد 1.5 كيلو، يعني بالميزان هيبقى 1.5 كيلو. تقدري زي ما قلتلك تعملي نص الكمية. عاوزة اوريكم القوام بتاعها ما شاء الله، لسه كمان يا جماعة هتسقع. شايفين عاملة زي ناعمة وجميلة جدا، كل التكات اللي انا قلتلك عليها. وبعدين بقى تقدري بقى تستعمليها في السلطات، العسل والطحينه، طبعا العسل الاسود الاكله الجباره بتاعتنا، طبعا ده الراعي الرسمي بتاعنا، بتحطي شويه عسل اسود على شويه الطحينه الجميله بتاعتنا، وبتبقى الولاد بياكلوها بالفطير في الفطار بالعيش، بتبقى جميله ومغذيه وليها قيمه غذائيه تحفه. انا قلت اقدمها لكم بطريقه عشان تعرفوا قد ايه هي جميله وموفره. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم وكان استفدتوا منها، وتقدروا ان كنتوا تعملوها وبنص المقدار زي ما انا قلت لكم. وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. الى اللقاء في وصفه جديده. وقبل ما اختم معاكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.